بس انتو زمان ايام مسرحيات محمد رشود خصوصا اعمالكم كنتوا تستخدمون وايد الاسلوب الخطابي، يا وزير الصحة يا وزير الداخلية يا وزير الاوقاف يا وزير، يعني كنتوا تستخدمون هذا الخطاب ابو خالد، ولا خلاص عفى عليه الدهر ما عاد يصلح اليوم في 2022؟ لا لا لا، شوف هو احنا ما كنا في خطابي مباشرة، يمكن في عندك اسمه منتخب ام علي كنا عاملين اعضاء مجلس امه وكان في شيء، بس ما عندنا الخطابي 100%. لا كنا نطرح قضية وزارة الصحة، شفت الصحة اللي سويناها، كان في خالد تمثيلي انا وداوود الموجودين، وهذاك يطرح قضية داوود يتحكي اللي صار في صار 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 كذا وكذا، وانا اقول له الخطابي مالي انا وقاعد اطرح الاشياء اللي هو يبي يسويها كعضو وكعضو، تعرفه اعضاء مجلس الامه عندنا هني في الكويت كلهم قبل لا يدشون المجلس الامه نبي نسوي نبي نعمل، وانا شبه ما اقول بيع، مو الاغلبيه، البعض يقول شيء بعدين ما نشوفه نطق الباب ما نلقاه. يعني انا عندي قضيه، هذا عنده قضيه، هذا عنده مسؤول الحرمه مسكينه عندها قضيه مع ريلها، عندها قضيه مع الحكومه، عندها اوراق عيالها متوفي زوجها ما لها منه الا الله سبحانه وتعالى، والعضو عضو منطقتها، ايش حق انا منتخبتك؟ هي تقول حق منتخبينك انا علشان تكون لنا عون او توصل قضيتنا او انك تفل المشكله اللي عندي وتسهل اموري؟ هذا اللي احنا قاعد نقوله، بس بطريقه غير مباشره، بطريقه غير خطابيه، بطريقه تمثيلي عملناها هنا في يسمونه انتخب ام علي، نفس الاسلوب بس باسلوب بقضيه اخرى بموضوع اخر الى اخره.